لو تسمح لي نقرأ بعض المعايدات يا سيدنا. I love you, Baba. Thank you for being our Baba. We love and appreciate you and everything you do for us. Thank you so much for being an amazing and loving Father for all your children. Thank you for your service and God bless your service. We love you so much, Baba. Pray for us. Thank you for taking the time to come here and visit us. Thank you for being a true father and great role model for all of us. Thank you for all the hard work, dedication. We love you, Baba. هل قداستك تعتقد أن الثقافة والحياة الأمريكية تغير فكر الكنيسة القبطية؟ صاحب السؤال عايزك تعرف حاجة مهمة قوي، أن الكنيسة القبطية المصرية نشأت على أرض مصر، ومصر في أفريقيا، وأفريقيا من العالم القديم، مش كده؟ أسيا وأفريقيا وأوروبا، أفريقيا من العالم القديم، أمريكا من العالم الجديد. طب وإيه الحكاية؟ ما كلها هم الدنيا؟ لا، في فرق. العالم القديم اللي هو الدول القارات القديمة اللي هي أفريقيا، طبعا هي قديمة زمنيا يعني، اللي هي أسيا وأفريقيا وأوروبا، القارات دي اللي ظهرت فيها الأديان وظهرت فيها الثقافات وظهرت فيها الفنون بصفة عامة. عشان كده العالم القديم بنسميه معبد كبير. العالم الجديد اللي انتوا عايشين فيه اللي هو امريكا وكندا واستراليا، ده ظهرت فيه النظريات العلمية والاكتشافات والاختراعات الجديدة. فالعالم الجديد بنسميه معمل كبير، معمل علمي، لابوراتوري. وبالتالي احنا الدنيا كلها متقسمة لمعبد ومعمل. الكنيسة نشأت في حضن المعبد، وجات النهاردة بقت في حضن المعمل. طب ايه الفرق؟ الفرق العام ان الشرق كله عبارة عن قلب العالم، هارت. الغرب عقل العالم، المايند. فالاثنين هم محتاجين طبعا، القلب والعقل محتاجين بعض. فالكنيسة القبطية نشأت في الشرق وجت في الغرب، عشان كده في تحديات، شيء طبيعي. لكن في الكنيسة القبطية لها تقاليد، traditions، لها تاريخ، long histories، تاريخ في كل حاجة، في حضارة، فكنيسة راسخة زي الجبل. دايما نشبهها تشبيه حلو قوي، احب انكم تعرفوه انتوا كشباب، كلكم حافظينه، بنقوله في المزمور الاول، طوبى للرجل. وهنا الرجل هو مش ميل، لا، الرجل هو الانسان، اي انسان، واحد او واحدة. بس الرجل ده
اللي واخد باله من نفسه كويس يكون كالشجرة لا بس بشوش عشان نفهم يكون كالشجرة مغروسة على مجاري المياه. خد بالك من الثلاثة دول، يكون كشجرة، الشجرة كائن حي، ومغروسة له روتس جذور، وعلى مجاري المياه اللي هي الووتر ستريمز، مجاري المياه اللي هي أعمال الروح القدس وعطايا الروح القدس، الأسرار اللي بناخدها في الكنيسة. فالكنيسة القبطية بتاعتنا زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه على طول، عشان كده الشجرة ده هي تعطي ثمرها في حينه ورقاها لا ينتصر، كل ما يصنع ينجح. واخدين بالكم؟ هو ده الفرق. عشان كده انتوا كشباب وشابات انتوا نشأتوا في البيئة الجميلة هنا، في كلتشر مختلف، ثقافة مختلفة، لكن في نفس الوقت عندكم بعد تاريخي وقوي من خلال الكنيسة القبطية، من خلال إيمانها، من خلال تراثها، من خلال حضارتها. فأنتوا بقيتوا شخصية غنية، يعني الشاب القبطي هنا والشابة القبطية شخص غني. ليه؟ لأنه يجمع من العالم القديم كل التقاليد وكل الإيمان القوي، ويجمع من الثقافة الجديدة أو الثقافة اللي موجودة في المجتمع كل ما هو جديد، والاثنين ويا بعض خلوا شخصياتكم غنية. بس ما تنساش أبدا تكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، الشجرة المغروسة على مجاري اللي بتعطي ثمرة. طبعا فكر الكنيسة أو عقيدة الكنيسة مش هتتغير، لكن في حاجات كده بحسب الثقافة. يعني مثلا احنا عندنا في مصر، تفتكروا مصر الرجال يقعدوا هنا والستات يقعدوا هنا، مش كده برضو؟ صح؟ واضح طبعا، واضح خالص، واضح. دي مش هتغير حاجة، ولو ان قعدتنا في مصر، القعدة بتاعت مصر دي وصية، جلست الملكة عن يمين الملك، فدي وصية. حتى قعدتنا في الكنيسة تعتبر تقليد ووصية بنطبقها، لكن مفيش اختلاف، حتى لو قعدنا كده مفيش اي اختلاف خالص.